اللي هو يعني المسؤول العام أو المراقب إذا سمونه، اللي هو دكتور جاسم سلطان، وفي بعدين اللي هو مجلس الحل والعقد هذه من 30 شخص، وكانوا المجموعات موزعين على يسمونها أسر تخصصية، يعني الأطباء كلهم في مجموعة، لوزارة التربية كلهم في مجموعة، وزارة الطاقة في مجموعة، فعلى العمل مع بعض يعني يجتمعون مع بعض.